اما هلا رح نروح لاولى محطاتنا رشا وعالم الطب والصحه، واليوم رح نحكي عن شيء يمكن كل الناس بتحبه اللي هو الابتسامه، صحه الابتسامه الحلوه. صارت هي هدف يعني مزبوط بهذه الايام انه ابتسامه حلوه ولون حلو. صحيح. تشكيله صفي حلوه. صحيح. طبعا رح نحكي طبعا عن طب الاسنان، وتحديدا اليوم فقرتنا رح تكون عن تقويم الاسنان، اسئله كثير بتنطرح عن التقويم، انواعه، اشكاله وغيرها من التفاصيل. رح يطلعنا على كل هي الاجوبه ضيفنا المختص الدكتور نور الدين دمشقي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. صباح مشاهدي. صباح الخير حكيم. يسعد صباحك. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني دائما نحن بنقول وخاصه هلا انه صارت الابتسامه هي هدف لكل حدا فينا طبعا. كان شباب او صبايا، وكثير مهم صفه الاسنان، ولكن هي الصفه بحاجه انه نحن من الصغر يكون تقويم اسناننا بشكل صح، وشفنا حالات كثير بالاطفال بحاجه لهذا التقويم. خلينا بدايه نحكي عن الاسباب. اليوم شو اللي بيدعي الاهل ليروحوا عند الدكتور ليركب هذا التقويم الطفل او الشاب؟ يعني معظم المشاكل التقويميه بتبلش من اعمار كثير صغيره. على سبيل المثال بنلاقي نحن الطفل باوقات بيكون عنده عاده مص الاصبع، يعني بيكون بالاحوال العاديه الابهام حاطه بالفم. هلا الاهل بينبسطوا فيه انه شكله الطفل ولذيذ وهيك، ولكن اذا استمرت هالعاده بعد عمر الخمس سنين رح يصير في عندي بعض المشاكل التقويميه. وجود الابهام بمده طويله بالفم رح يعمل لي مثلا بروز بالفك العلوي، تراجع بالفك السفلي، رح يصير في عندي تضيق بغده الحنك. فهي احدى الاسباب التقويميه يلي بيكون سببها عادات سيئه بالاعمار الصغيره. على سبيل المثال كمان احدى الاسباب لمراجعه طبيب الاسنان، اوقات بيكون الطفل اول ما بيولد بيكون عنده شق شفه وقبه حنك. كمان هون التداخل بيكون جراحي تقويمي للمحافظه على حياه الفرد. في موضوع ثاني، موضوع الاسنان اللبنيه. هلا ما بنقول معظم الاهل، بعض الاهل ما بيهتموا بسلامتهم على اعتبار انه رح يتبدلوا بعد فتره، لكن السن اللبني اذا انا ما حافظت عليه رح اخسر مسافه السن الدائم اللي رح يطلع بعدين. ففي ضروره للحفاظ على السن اللبني كرمال السن الدائم يطلع بمحله. اوقات بيكون العامل وراثي، غالبا بنشوفها بموضوع الازدحامات او التراكبات على الاسنان القواطع السفليه. غالبا هون بنرجع بنشوف الاهل بنلاقي نفس المشكله موجوده عنده، فيا عامل وراثي يا عامل بيئي هو السبب الاول لمراجعه طبيب الاسنان. طيب دكتور خلينا نحكي اليوم اذا كانت المشكله موجوده من الصغر فينصح باعمار معينه انه تبدا او يبدا الطفل بالذهاب لطبيب الاسنان؟ وبدنا نراعي طبعا انه امتى العمر اللي بتوقف نمو الاسنان فيه لحتى تم المعالجه، وايمتى العمر اللي بيكون مثل ما بيقولوا لين؟ في عنا استجابه. في عنا استجابه، فخلينا نحكي عن هاي التفاصيل. هلا نحن دائما بنوصي بنقول اول مراجعه الطبيب تقويم الاسنان بعمر الست سنوات مع بزوغ اول الاسنان الدائمه بالفم، غالبا بيكونوا الارحاء الاولى او القواطع السفليه. هون طبيب الاسنان اسمه يعني اخصائي التقويم والفكين. نحن انا ما بهتم فقط بموضوع تعديل صفه الاسنان، كمان بيهمني نمو الفكين، تعديل وضعيه الفك. اوقات بيكون مثلا الطفل عنده تراجع بالفك السفلي، فانا اذا دخلت بالاعمار الصغيره مثل ما تفضلتي حضرتك اثناء مرحله النمو بستفاد من امكانيه العلاج. هلا نحن بنقول افضل عمر لمراجعه طبيب الاسنان بين 9 لل 11 عند الاناث وبين 11 ل 13 عند الذكور، تقريبا قبل فتره البلوغ. هون بالحاله بيكون في عندي استجابه بموضوع النمو العظمي، بنسميها نحن وسبه النمو او قفزه النمو، وبنفس الوقت بيكون المعالجه مدتها الزمنيه اقصر. طيب احيانا حكيم وقت الطفل او اي حدا يروح لموضوع التقويم وبيكون اليوم النصيحه الطبيه من الدكتور انه انت اليوم بحاجه لهذا التقويم، الدكتور هون بيضطر احيانا انه يقلع ضرس اذا كان الطفل اذا او الشخص بعمر صغير، هدول الاضراس اللي ممكن الدكتور يروح لشيلهم خلال عمليه التقويم، ممكن يتعوضوا او لا حسب العمر؟ نرجع لموضوع العمر. تمام. هلا القلع بشكل عام ما بيكون عشوائي، يعني غالبا احنا بنكون عملنا دراسه امثله جبسيه، دراسه صور سيفاليومتريه، صور اشعه. بالحالة أوقات مثل ما ذكرنا على سبيل المثال موضوع الازدحامات السنية وبيكون الأسنان كتير فيها تراكم، يا بيكون الفك قياسه صغير والاسنان قياسه طبيعي، او لا بيكون الفك طبيعي بس الاسنان بالطبيعه حجمه كبير ما راح يسعوا بالفم. فهون طبيب الاسنان بيلجا لقلع الضواحك كرمال يعمل توزيع متناسق لموضوع الاسنان بالفك. هلا موضوع في ناس بيكون عندهم سنين فوق بعض، يعني بنشوف هاي الحالات. هون نحن بنكون مضطرين نشيل بعض الاسنان لنعمل توزيع ثاني للاسنان. يمكن بالاضراس هي اكثر شيء او بالاماميات. غالبا بصير بالضواحك، بنقلع الضواحك لانه اكثر سن بيتاخر تقريبا. مبتسم كثير الشخص بيكون متفائل على جيت الشتويه. نحن وقت بيكون عندنا على موضوع الانياب اكثر شيء بتتاخر بالبزوغ بالفم، فاذا ما كان لها وساع بتضل موجوده فوق ما بتنزل، لينشالوا الضواحك بتنزل محل الانياب.
طبعا القلق بيكون قلق استراتيجي اوقات، يعني مثلا انا بدي اقلع ضواحك اولى ولكن هي سليمه ما فيها شيء، على موضوع انه بتتعوض او لا، اذا كان في عندي نخر مثلا بضاحك الثاني او سن ثاني فانا لا بشيل السن المتهدم كرمال السن السليم حافظ عليه اطول مده ممكنه. طيب دكتور، خلينا نحكي عن التقويم عند الكبار، يعني في اشخاص بعمر الطفوله ما بيعملوا تقويم، بيوصلوا لمرحله او بتكون مشاكلهم بسيطه، يعني ما معناها المشاكل الكبيره او الضخمه، كمان كيف بيكون اليته ونتائجه؟ هلا هون وصلنا لمرحله مثل ما قلنا انه تعديلنا بيكون فقط على شكل وارتصاف الاسنان، ما بيعود في عندي امكانيه تعديل على موضوع العظم بالفكين، التعديل فقط بيكون على موضوع تعديل صفه الاسنان، بيعطي نتائج ولكن امكانيته محدوده، يعني على سبيل المثال في بعض الاشخاص بيعانوا من بروز بالفك السفلي. هلا هون نحن بنقلع ضواحك، اذا ما بدنا نفوت بمجال الجراحه وتعديل العظم بصير عندي التقويم تمويهي بنسميه، تعديل على صفه الاسنان دون امكانيه العلاج على العظم، لانه بنكون نحن توقف مرحله النمو العظمي عندنا وما عاد في امكانيه تعديلها. في شغله ثانيه، موضوع انه بيعطيني تقويم الاسنان عند البالغين بحاجه لمده زمنيه اطول، السبب انه استجابه الانسجه بتصير تاخذ وقت اكثر. وبتاخذ حكيم بالنهايه، انا يعني بعض الاطباء بيقولوا انه عن العمر كبير التقويم ما حيكون ناجح 100%، يعني احنا ما رح نقدر نحصل على هاي النتيجه اللي نحن عم نحلم فيها. هلا تقييم الحاله بيتم من اول مرحله براجعنا فيها المريض، انا بعمل دراسه صور اشعه، دراسه صور فوتوغرافيه، دراسه امثله جبسيه، بيكون عندي تنبؤ او تصور باي مرحله علاجيه انا رح انهي. هلا اوقات مثلا بيكون مريض عنده مشاكل كثيره، ما بيهتم مثلا غير بسن امامي فاتل شوي، انه بالصور ما عم بيعجبه، انا بدي اشوف المريض شو بده لاقدر اقول له ايه بقدر صحح لك مشكلتك او لا. فبيكون في عنا غالبا تصور اولي لموضوع المعالجه لوين رح تصل. في شغله ثانيه بدنا ننوه عليها، انه انا مثلا وصلت للنتيجه الصح اللي انا بدي اياها، طبيب التقويم بيحط شيء اسمه ريتينر او مثبتات انه مشان الاسنان تضل ثابته بموضعها. هلا اوقات بيكون الغلط على المريض ما بيلتزم باستخدامها بشكل دائم، ترجع بتنكس الاسنان، ترجع الاسنان مثل ما كانت قبل. طيب دكتور، خلينا نحكي عن اللثه، يعني دائما وقت اي شخص بيعمل تقويم سواء طفل او كبير بيكون مشكله اللثه انه نعرف نحن اثناء البرد اثناء التعديل تنضر اللثه دائما. طبعا. وخصوصا اذا فتره التقويم طويله، فشو ابرز النصائح لهذا الموضوع؟ هلا التهاب اللثه بيصير عندنا غالبا بسبب اللوحه الجرثوميه، جراثيم موجوده بالفم بالاحوال العاديه. بوجود التقويم تنظيف الاسنان بيصير اصعب، ازاله هي اللويحه الجرثوميه بتصير اصعب، بصير في عندي تراكم للبليك واللويحه على منطقه اللثه، بصير في عندي الالتهابات. هلا نحن اذا كنا متبعين طرق الوقايه والعنايه بشكل جيد ما بنوصل لمرحله التهاب اللثه. طبعا في بعض الاجراءات الوقائيه لها. طيب دكتور، في اشخاص وقت بيزوروا طبيب الاسنان بيكون في موانع، اليوم نحن الطبيب ما نقدر يقوم بهذا التقويم، نحكي عن اهم ممكن تكون مشكلات الموجوده عند او الامراض، يعني في عندك اشخاص عندهم امراض بيمنع طبيب الاسنان اليوم يروح لموضوع التقويم. تمام. هلا غالبا بتكون الامراض الجهازيه، على سبيل المثال وعم نشوفه حاليا هو مرض السكر الشبابي. وجود مرض السكر بيصير في عندي مشكله باستقلاب الجسم، بيصير في عندي التهابات لثويه مزمنه وتراجع اللثه، تراجع اللثه وبيزيد معي حركه الاسنان، فهون فينا نعتبره مضاد استطباب مؤقت لحين نعمل ضبط لمستوى السكر بالدم، وبس يصير في عندي تعديل لمستوى السكر انا قادر اقوم بالعلاج التقويمي. هلا في عندي مضاد استطباب ثاني مؤقت هو موضوع المراه الحامل. هلا نحن فتره الحمل المفضل انه المريضه ما تركب التقويم على موضوع الالم يلي ممكن يكون موجود. صحيح. بالتقويم وما نخليها تاخذ مسكنات الم. خلينا نقول صحيح، خلينا نحكي بقى على الشكل. تمام. اليوم نحن صرنا بعصر جديد، صار في عندنا اشكال متنوعه من التقويم، ما عاد التقويم الشكل القديم التقليدي اللي الناس كانت تهرب منه والاسلاك الحديديه ويعملوا عليه قصص انه ما بدي مشان الشكل ما يضل الشكل. مو بس الالم، كان الصبايا او الشباب وخصوصا لانه هو فتره صغيره من العمر ببلشوا فيه يستحوا انه هن يحطوا تقويم. هلا صار عندنا تقويم شفاف، تقويم داخلي، خلينا نحكي هاي الاشكال وهل لها نفس الفاعليه؟ تمام. هلا رح بلش من مطرح ما انتهيت حضرتك، هل هي لها نفس الفاعليه؟ اكيد لا. على سبيل المثال الحاصرات التقليديه المعدنيه بتعطيني استجابه سريعه على موضوع حركه الاسنان. على موضوع التجميل صار في شيء اسمه الحاصرات الخزفيه سيراميك، بتجي بيضة شفافه، حتى السلك بيكون لونه ابيض، ما كثير بيكون ظاهر للعين، لكن هذا له ضريبه انه الاحتكاك الاسنان فيه اعلى، وبالتالي مده العلاج بتصير عندي اطول.
موضوع ثاني ذكرتي حضرتك هي الراسفات الشفافه او الانفيزيلاين، خلينا نقول هون صح التجميلي ولكن كمان مقيد ببعض الحالات انه ما بيعطيني نتيجه دائمه. هلا هون بيكون مفيد معنا مثلا بحالات المرضى اللي مضطرين يسافروا على سبيل المثال، انا عملت دراسه كامله عرفت انه مثلا بده تدرج ب 8 صفائح، جهز له اياهم بعطيهم للمريض انه كل 3 اسابيع بتبدل الصفيحه، بس الافضل كمان يكون في متابعه مع الطبيب. فكل حاله ولها خصوصيتها واكيد ما بيعطوا نفس المده الزمنيه. هلا في حل ثاني كمان بالحاصرات، هي الحاصرات اللسانيه تتوضع من الجهه الداخليه لللسان، كمان هي حل تجميلي جيد بيعطينا نتائج حلوه. الانسب شو حكيم؟ يعني الانسب اللي بيعطي هاي الفعاليه اللي نحن كثير حابين نوصلها، يعني او اي مريض اليوم حابب يروح موضوع التقويم يعني بده يتحمل شوي، بده يتحمل حتى لو كان في شويه الم بالقصه. بنفضل الحاصرات المعدنيه التقليديه تمام، لانه بتعطينا استجابه اسرع بمده اقصر. طيب دكتور بالعموم التقويم مثل ما قلت له مده طويله، خلينا نحكي عن ابرز النصائح اليوم لكل يلي عندهم تقويم اسنان. تمام، هلا بدايه بدنا ننبه على موضوع تنظيف الاسنان بشكل دائم اثناء وجود التقويم. انا ما بيهمني بس اعمل رصف للاسنان وصل لنتيجه جيده، بعد فتره الاقي السن وانا عم شيل الحاصرات منخور تحت التقويم. نهتم بعنايتهم دائم، استخدام الفراشه الخاصه للتنظيف تحت السلك، في فراشه تقويميه الموضوع كثير بتفيد. كمان في عندنا موضوع الغسول الفموي، غسول الفموي بيحتوي على كلور هيزيدين لتعقيم الفم والاسنان، ونتمنى السلامه للجميع. ان شاء الله مثل ما قلت الدكتور بالسلامه للجميع. خلينا نحكي عن نقطه، من بعد التقويم عم نروح عم نشوف اللي عم يروحوا لموضوع التجميل كان زيركون او اي نوع ثاني، في حال تم فشل هذا الزيركون برجعوا لموضوع انه تقويم الاسنان ما كان صح. يعني بصير تحميل بالقصه على الاطباء يعني. قد ايه اليوم هي المعلومه صحيحه؟ هلا نحن بنفضل غالبا انه قبل ما يصير عندي علاج تجميلي كموضوع تعديل ارتصاف الاسنان، طبعا للاسف صرنا نشوفها كثير بموضوع انه سن ارتصافه ماله جيد، المريض مشان ما يمشي بمرحله العلاج التقويمي بيقول فورا بروح عند طبيب الاسنان بيبرد لي السن بيحضر لي اياه وبعمل تاج الزيركون. هلا انت صح عملت هالشيء ولكن بتكون اذيت النسوج السنيه، النسوج السنيه نحن بنعتبرها نسوج سمينه وواجب الحفاظ عليها، فغالبا نحن بنفضل انه نعمل ارتصاف جيد للاسنان بمراحل المعالجه التقويميه، بعد منها نلجا للاجراءات التجميليه الثانيه. هلا على سبيل المثال بروز الفكين، بروز الاسنان حاله موجوده بتبين هاي العيبه اكثر شيء وقت اللي بيروح على البرد، يعني وقت اللي بيكون في تراكم بالاسنان، انت بتاخذي القصه انه عادي ما في شيء يعني، وقت اللي بيروح لموضوع البرد وتركيب التجميلي بتحس انه صار في بروز، فبتروح بتراجع طبيبك بيقول لك انت بالاساس عندك هذا البروز عندك يعني. تمام، لذلك نحن بنفضل نحل المشكله قبل ما نروح باتجاه التقويم، عفوا قبل ما نروح باتجاه التجميل. يعني دكتور معلومات كثيرة اليوم كانت معنا، بدنا نتشكرك أكيد على كل هالمعلومات. مثل ما قلت دائما لازم المراجعة والمواظبة لحتى ما نخسر هالإجراء التجميلي أو هالإجراء التقويمي اللي عملناه. شكرا كثير لك. شكرا لك ويعطيكم ألف عافية.